مساء الخير. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده، فعلا مشرفيني ومبسوط جدا ان هم معايا النهارده. خلينا نرحب بكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق كره السله بالنادي الاهلي. كابتن احمد منورنا ومشرفنا. اهلا كابتن خالد، مبسوط قوي ان انا مع حضرتك النهارده. دايما حاجه بتسعدني جدا جدا ان فريق كره السله كده منور والاطوال وانا قصير في وسطهم، بس مفيش مشكله. لازم نرحب بنجمنا الكبير كابتن ايمن شوكت المنتقل من نادي الجيش. كابتن ايمن منورنا ومشرفنا. شكرا، ده شرف ليا ان هنا. نجوم المشاكل احمد اسماعيل، ايهاب امين منورنا ومشرفنا. بارك الله خليك. هنتكلم عن المشاكل دي، بس يعني نطلع لحاجه مهمه اكيد كلنا مبسوطين ليها. هنطلع لتليفون مهم جدا لكابتن حسن الحصري المدير الفني لمنتخب مصر لكره الطايره في تونس اللي كسب 4 مباريات في المجموعه الثالثه. كابتن حسن مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك عليك وعلى ضيوفك في الاستوديو. الله يبارك في حضرتك، ربنا يكرمك. يعني لسه المشوار طويل، لكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن حسن، كسبت بطل اوروبا قلنا صدفه، كسبت الارجنتين قلنا الحمد لله، لكن تكسب كمان بطل اسيا اليابان وتكسب المكسيك اكيد ده مش من انواع الصدفه، واكيد الاعداد شهرين يعني سبحانك يا رب. مدرب وطني مصري فعلا مخلص، انا عارف الكلام ده كويس، لكن احكي لنا على التجربه لمده شهرين، ايه اللي تم بالظبط عشان نوصل للي احنا نكسب ابطال العالم بالشكل ده يا كابتن حسن؟ هو كابتن خالد طبعا بالنسبه لفتره الاعداد وقصها، يعني احنا كنا اللي معطلنا طبعا مش اي حاجه ثانيه غير موضوع الثانويه العامه، ان احنا عندنا حوالي 9 لعيبه ثانويه عامه من الفريق. فكنا عاملين حضرتك قوام فرقه احنا عندنا 8 لعيبه، كنا عاملين قوام فرقه لـ4 لعيبه الثانيين كانوا بيتمرنوا على طول، وكان في اختيارات من يعني دايره واسعه في اختيارات لغايه الثانويه العامه ما خلصوا. ابتدينا نقلل الاعداد بتاعت اللعيبه لغايه قبل البطوله بشهر ونص، قفلنا على نفسنا تماما، كلها معسكرات داخليه، ولغايه معسكر بولندا اللي هو قعد حوالي اسبوع، عملنا هناك 3 ماتشات مع منتخب بولندا، فريق قوي جدا، مدرسه قويه جدا، ورجعنا بعد كده قعدنا اسبوع هنا وجينا تونس قبل البطوله بـ5 ايام. يعني كان انا همي كله طبعا في الفتره دي ان انا اوجد تناغم في جماعيه الفريق، وان يبقى فيه توليفه كويسه نقدر نخوض بيها البطوله، لان انت عارف السن ده بيبقى موضوع صعب جدا طبعا، يوم نازل ويوم طالع، ماتش طالع ماتش نازل. فانا كان همي كله ان انا اثبت الاداء ويبقى عندي بدايل كويسه يعني. الحمد لله رب العالمين، كل التوفيق ربنا ساعد على اولا واخيرا، قدرنا ان احنا نتغلب على موضوع الوقت ده. يعني زودت موضوع طبعا صلب الحديد، ان احنا بنقضي فيها اوقات كتيره جدا علشان نقدر ان احنا نعوض الفتره اللي قعدتها اللعيبه في فتره المذاكره والامتحانات. الحمد لله رب العالمين. كابتن حسن اكيد بنبارك لك، لكن خلاص الشعب خد على المكسب والفرحه والانتصارات. منتخب اليد حقق بطوله عالم وحقق 3 عالم، النهارده بنوصل لدور ال 16، اعتقد دي اول مره في تاريخ الكره الطايره 4 انتصارات ورا بعض. طمعت الناس كلها ان احنا نقدر نعمل حاجه في كاس العالم. ربنا يسر ان شاء الله. طبعا انا بارك لاسره كره اليد كلها، وبارك لك طبعا كاحد افراد او كاحد العناصر الرئيسيه في اسره كره اليد. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه احنا ان شاء الله عندنا في دور ال 16 هنلاعب كوريا او نيجيريا ان شاء الله. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يكونوا احد طرقنا لدور الثمانيه باذن الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن حسن هنتابعك وهنكون معاك، وان شاء الله باذن الله اول حد تجيله ان شاء الله في قناه الاهلي هنا كده كده انت موجود معانا خلاص ضيف، عشان نعرف التجربه اللي انت عملتها. وان شاء الله نبارك لاتحاد الطايره ونبارك لاسره كره الطايره في مصر باذن الله على مركز او بطوله، يا رب نتمناها خير. نخليها بقى في كره السله، عشان كره السله دي المشاكل. كابتن احمد، السنه دي النادي الاهلي عمل موسم انتقالات ولا اروع ولا احسن ولا اجمل من كده. الحمد لله. يعني 9 لاعبين ما شاء الله. بالظبط. احكي لي الموضوع كده سريعا. يعني الموضوع كان الفرقه كانت محتاجه تخش على مرحله احلال وتجديد، معدلات الاعمار كبرت،
يعني سنه الحياه يعني، فانت لازم بتغير في الفرقه. كان ما حالفناش الحظ السنه فاتت في الدوري، كان مركزنا يعني رابع، فاحتاجنا ان احنا ايه نجدد الفرقه سريعا. قدرنا الحمد لله ان احنا نضم يعني لعيبه ما شاء الله كلهم هايلين، سواء ايمن، ايهاب، احمد اسماعيل، شرشابي، عزت، عماره، الزيات، يوسف المعداوي رجع من مدرسته في امريكا تحت السن بس بنستعين بيه، مؤمن نفس الكلام. كان في استراتيجيه في اختيار اللعيبه، نمره واحد ان اللعيب بيبقى فعلا يصلح ان يلعب للنادي الاهلي، يعني يبقى لعيب فنيا عالي وان هو يقدر يستحمل ضغوطات اللعب للنادي الاهلي، زائد ان معدل الاعمار يبقى صغير. والحمد لله يعني ما شاء الله يعني نجحنا في القصه دي، يعني ربنا وفقنا جدا فيها، ان كل لعيبتنا تقريبا يمكن اكبر واحد فيهم 25 سنه. فدي كانت بالنسبه لنا انك بتبني فرقه للنادي الاهلي. احنا مش عايزين نعمل فرقه ناخد بيها بطوله ونجري زي ما بيقولوا، احنا عايزين نعمل فرقه تستمر 5-7 سنين مستقره، يبقى معدلات اعمارها تقدر تلعب مع بعض لفتره كبيره. هنتعب، عارفين ان احنا واحنا بنعمل فرقه ان احنا هنتعب في الاول عشان يبقى في تجانس، لان انك مدخل عدد كبير على الفرقه، لكن التجانس ده هيجي بالتدريب الكتير، هيجي بالماتشات الوديه، هيجي انك عندك مدير فني يعني كابتن اشرف يعني ما شاء الله رقم واحد في مصر، هيعرف ان هو يوظف كل لعيب في الحته بتاعته ويعرف ايه يعني يعمل هارموني ما بين الفرقه من خلال الماتشات الوديه المرحله المقبله ان شاء الله. كابتن احمد اسماعيل، حصل حوار عليك كبير في انتقالك من امريكا لمصر. احمد اسماعيل جه النادي الاهلي، لا ده حق، لا ده مش حقنا، ده الراجل ده اعاره، لا مش اعاره، حصل عليك حوار كبير، عايز اعرف بقى التفاصيل ازاي انتقلت للنادي الاهلي. وانا في الاول لما النادي تواصل معايا عن خلال الكابتن خالد عياد. كويس. كابتن خالد عياد من 4 سنين جيت معاه في طيارة جاي من أمريكا، فكابتن خالد عياد كلمني وقال لي أنا رشحتك بقوة للنادي. فبعديها جمال ومودي بدأوا يتواصل معايا فترة أسبوعين. جمال ومودي كويس. فترة أسبوعين وبعدين كلموني تاني قالوا لي أنت من حق الزمالك عشان حق الرعاية. تمام. فقعدت اسبوعين في الفتره ديت في امريكا بتمرن وبشوف عروض في اوروبا لحد ما الاتحاد المصري رجع للاهلي قال لهم احمد فري يلعب في اي مكان في مصر. فبدا التفاوض تاني، فكان عندي كذا عروض في اوروبا، كذا عرض في مصر، بس عرض الاهلي ما اترفضش يعني. اكيد اللعب في احتراف في اوروبا ده حلم اي حد، ان انت تسيب اوروبا وتنزل دي حاجه كبيره جدا عندنا، واكيد انت منورنا ومشرفنا، وان شاء الله موسم قوي جدا بعد مواسم كل انت عارف جايبين النادي الاهلي رقم واحد بس عندها. اكيد طبعا. احمد، تفاوض مع احمد اسماعيل كان تفاوض سهل ولا تفاوض صعب بصراحه؟ لا سهل جدا، التفاوض معهم كلهم سهل والله، مع يعني كل الناس بجد. انا كلامك بامانه يعني، يمكن اللعيبه اللي موجوده قدام حضرتك وغيرهم في مش موجودين معانا ان شاء الله يعني يشرفوا القناه قريب. هقول ان هم مثلا كان معروض عليهم من الناحيه الماديه اعلى من النادي الاهلي بحبه كتير، وكلهم لا اشتروا النادي الاهلي فعلا. دي حاجه ملحوظه جدا في كل اللعيبه اللي تعاقدنا معاها السنه دي، كل اللعيبه اشترت النادي الاهلي، عشان كده اللعيبه دي فعلا دخلت قلوب جمهور النادي الاهلي قبل ما يلبسوا التيشيرت ويلعبوا، يعني هم فعلا ضحوا بحاجات كتير. في منهم اللي اهلاوي جدا كوره، في منهم اللي هو شايف النادي الاهلي منظومه ناجحه وعايز ينضم ليها، في منهم اللي شايف ان الفرقه دي فنيا هتليق على لعبه او هو عنده اهداف هيحققها من خلال الفرقه دي. لكن فعلا لا، التفاوض مع اللعيبه كلها كان سهل جدا. احمد اسماعيل نزل من المطار على النادي الاهلي، مضى في 10 دقائق. في 10 دقائق؟ بالظبط. ده بقى عندك انت تقريبا لما كان في صوره، ولا ما كانش انت؟ كان مودي اللي كان جايبه اعتقد. هو كان مودي والجمال اللي راحوا جابوه من المطار. وجم على قابلتني في الطريق وقلت لي في صفقه جايه جامده. جايه في الطريق. قلت لي اوعى تقول حاجه. كابتن ايمن شوكت مختلف شويه. مشجع اهلاوي من الطراز الاول، صح كده؟ صح كده. يعني قالوا لي ان انت مشجع درجه ثالثه، يعني كده صح؟ يعني ده تعبير مظبوط سليم. الصفقه اتاخرت كتير عشان ترجع للنادي الاهلي او تخش النادي الاهلي. اتاخرت ليه؟ والله هو انا كنت في نادي الجيش، كان فاضل لي زي ما تقول كده سنه في عقدي، بس فيها يعني انا كنت متكلم معاهم ان احتمال امشي في اخر سنه دي في العقد. كويس. بس فانا يعني بعد ما بلغتهم ان انا عايز انضم للنادي الاهلي وخلاص قعدت معاهم واتفقنا وكل حاجه،
قالوا لي بس لازم النادي الاهلي يكلمنا. كويس. وابتدى بقى النادي الاهلي ده الكلام ده كان يمكن في رمضان. وابتدى بقى النادي الاهلي هو اللي خد بقى القصه. يعني انا مش طلعت نفسي بقى بره الموضوع, والنادي الاهلي قال لي احنا هنتعامل مع نادي الجيش وانت هيجي لك تليفون خلاص ان الموضوع هينتهي. يعني لما جه تليفون وخلصنا الموضوع ودخلت النادي الاهلي في موسم قبل كده, مش عايزين نقول الموسم خساره لكن فعلا خسرنا السنه اللي فاتت, لكن دخلت النادي الاهلي اول يوم الاستقبال للنادي الاهلي ليك كان شكله ازاي؟ والله بص, هو انا كنت اصلا في حاله سعاده غير عاديه, وقال له انا لسه بقى اول مره امشي جوه النادي الاهلي وانا بلعب في النادي الاهلي, مش جاي العب او يعني انا جاي اتمرن وهفضل هنا. فطبعا هتبقى ايه, بيبقى في توتر شويه ان طبعا النادي الاهلي برده يعني المطلوب منك بيبقى حاجات يعني كتير او مكسب كتير وكده, فا اكيد بيبقى في شويه قلق شويه مش عارف ايه. بس اول ما بتخش هو الموضوع يعني عادي, في فرقه البوسكت يعني الموضوع سهل جدا. انا لعبت مع لعيبه كتير في النادي الاهلي اكيد, انا بس انا ما احتكتش لسه قوي بالناس كتير, يعني بقالي يمكن اسبوع او اسبوعين في التمرين. بس انا بكلمك على الباسكت يعني فرقتنا. لا انت دخلت كاني اللي في اللي لعبت معاهم منتخبات ولا قابلتهم في الناشئين طبعا, واحنا يعني في كره السله قريبين لبعض. فانا نص فرقه اصلا اعرفهم كويس وكده, ف ما فيش يعني ما فيش نص ساعة وكنت تحسني واحد من النادي اصلا. بس لازم يا كوتش الناس تعرف حاجة في موضوع ايمن, ان النادي الاهلي يعني يعرفوا ازاي ادارة النادي الاهلي بتتعامل. عقد ايمن كان في بند في عقد ايمن, كان هو ما تطرقش الموضوع ده. عقد ايمن كان في بند واضح وصريح ان ايمن عقده مفسوخ من تلقاء نفسه, ان هو حاطط بند في السنة الثالثة ويحق له الانتقال لاي نادي يبقى ليه عنده اوفر منه احسن. يعني وما ينفعش النادي بتاعه يزايد على الاوفر, يعني هو مجرد ان هو ينتقل على طول. كان ايمن ماضي في النادي الاهلي ومخلص وكل حاجه. النادي الاهلي طبعا احتراما لنادي طلائع الجيش والقوات المسلحه, النادي الاهلي ما رضاش يخلص ايمن غير برضا نادي الجيش. يعني الموضوع ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي بالظبط, هو يعني ده النادي الاهلي بالظبط, ده اللي الناس كلها تعرفه, ان الصفقات دي وانت بتخلصها في مبادئ بتحكم النادي الاهلي فيها, فعشان كده النادي الاهلي دايما بيمشي بالظبط. هنيجي الموضوع ايهاب برضه هحكي لحضرتك نفس القصه. لا ايهاب بقى قصه ثانيه خالص بالظبط. ايهاب امين حوار مختلف, حوار مختلف تماما. بعد ما اخذنا الاستغناء اعلى صفقه في مصر ما شاء الله, قال لك ايهاب امين ايه ده يرجع يلعب في سبورتنج تاني صح؟ صح. ايه اللي حصل؟ ايه الحوارات برضه؟ يعني ليه ايهاب امين بعد ما خلاص بضينا الاستغناء النادي الاهلي خد الاستغناء لا يرجع يلعب تاني والكلام بيتغير وحاجات كتيره كده, احكي لنا التفاصيل ايه. هو تفاصيل القصه اللي حضرتك بتحكيها دي كان مشاكل جوه نادي سبورتنج. كويس. ما بين رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وناس في النشاط الرياضي, فدي ما كانش ليها دعوه بالنادي الاهلي ولا وانا ليه دعوه فيها خالص. فاحنا ما دخلناش يعني في الموضوع ده, هم كان الاعضاء مجلس الاداره مع نفسهم وهم حلوا المشكله. حلوا المشكله والموضوع خلص تماما. كانت صفقه انتقالك سهله برضو ولا كانت صفقه انتقالك برضو صعبه؟ يعني صعبه شويه يعني طولت. اهلاوي من الصغر؟ يعني هو انا ما بتفرجش على كوره قوي يعني. بس اهلاوي. لا انا بقول لك بقى نصيحه مني ليك. لا مش متقلقش, هياخد كورس. هياخد كورس احمد. اكيد عندكم صفقات كتيره ما شاء الله, لكن في صفقه كانت صعبه جدا في التفاصيل بتاعتها. كان مين اصعب صفقه في النادي الاهلي في انتقاله السنه؟ والله يعني مش يعني ممكن يكون اكتر صفقتين كان عليهم لغط كبير ايمن وايهاب. يعني موضوع ايهاب برضو بالرغم ان ايهاب بيقول الموضوع طول, هو مش طول يعني, هو موضوع كصفقه ايهاب خلصت في 48 ساعه. لكن الموضوع دخل في برضو بدون ذكر اسماء في طبعا احد المنافسين. ايهاب مضى رغبه انه اختياره الاول والوحيد هو النادي الاهلي. هايل. فطبعا انت حضرتك عارف ان الرغبه بتقتل خلاص كل حاجه. لا يعني بتقتل ان انت مفيش مزايده بقى خلاص. بيبقى في تفاوض مع الجهه اللي ايهاب اختارها. كويس. لكن طبعا كانت النادي ده كان عايز يبوظ صفقه ايهاب. بس ايهاب كان شاري النادي الاهلي وفعلا ضحى ماديا كمان ان هو يلعب في النادي الاهلي. ضحى جاب كان عنده عرض اكبر ماديا بكتير. النادي الاهلي برضو عشان برضو دي اللي هقولها لحضرتك, النادي الاهلي ما رضاش. النادي الاهلي كان ممكن يحط مبلغ لايهاب في عقده ممكن ياخده ويدفع 25%, بس النادي سبورتنج حق رعايه وكان هيبقى اقل بكتير من مبلغ النادي سبورتنج جابه. لكن النادي الاهلي برضو قال لا احنا هنخبط على الباب وهنخش نادي سبورتنج. بعتنا فاكس رسمي اترد علينا رسمي بمبلغ معين. النادي الاهلي دفع المبلغ, اخذ الاستغناء, كان كل حاجه تامه من القنوات الشرعيه. النادي الاهلي دخل من الباب. الحمد لله حصلنا على توقيع ايهاب. ويمكن حصلنا على توقيع ايهاب ده كان الساعه 3 الفجر.
المهم ايه 3 الفجر دي؟ احكي لنا، عايز تفاصيل. هو بقى اللي بس عايزه تعرف قول لي تفاصيل 3 الفجر دي ايه؟ والله سيبك خلاص من الكلام ده. دي حاجه من الحاجات اللي يعني خلتني طبعا اتمسك بالنادي الاهلي والجهاز الفني، ان ازاي يعني النادي كان شاريني والجهاز الفني شاريني. كابتن احمد جالي البيت يعني الساعه 3 الفجر. دينامو كابتن احمد بالعقود بكل حاجه، وعيلتي طبعا كلها هناك وموجوده، ومضيت وبصمت وبس، وده كان 3 الفجر، وده راجع بعديها على القاهره. ورجع بعديها يعني خبطت اسكندريه والله. كان عندنا تمرين الساعه 12 الظهر. طب مالك بالتدريب يعني كابتن؟ برضه اشرف ممكن يسيبك بالتدريب. هو قال لي، انا انت ايه اللي جابك؟ كابتن اشرف هو ده النادي الاهلي، هو ده فعلا النادي الاهلي. كابتن احمد جرحي متربي وعاشق وكل اسرته في النادي الاهلي، فهي دي ولاد النادي الاهلي. هو يجري يجيب اللعيب ويرجع تاني يتمرن عادي. احمد اسماعيل اكيد في فرق كبير بين مصر وامريكا، بس في دوري السله في مصر تحس العمليه قريبه، بس انا حاسس العمليه ما عادش قريبه خلاص. بلد الاهلي في حته والفرق في حته تانيه. رايك ايه في الدوري السنه الجايه في مصر؟ كل الفرق مدعمه طبعا، كل الفرق جابت لعيبه جديده، جابت محترفين اقوى من السنه اللي فاتت. النادي الاهلي دعم كتير، في انديه تانيه دعمت، بس ان شاء الله يعني احنا اقوى بكتير. كلامك بصراحه شديده. الفرق بين امريكا ومصر، انك كنت تلعب في دوري امريكا، دوري مختلف، ثقافه مختلفه، حاجات مختلفه كتيره، وتنزل تلعب في الدوري المصري. المختلف اللي هو هناك بس في سرعه ريتم، كل حاجه بسرعه، بس مش فيزيكال زي هنا. هنا في فيزيكال، في ضرب اكتر من هناك. عجبني فيك ان اللغه باظت لما رحت امريكا، اللغه باظت. تتكلم انجليزي احسن ما تتكلم عربي، صح؟ يعني شويه. الله يهمك. ايمن، اكيد يا ايمن النهارده وانت من جمهور ده الدرجه الثالثه زي ما بنقول، اكيد جميل مطالبات بحاجات كتيره طبعا، واكيد طبعا. الناس وانت مننا ولازم 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 طبعا. شايف الموضوع ازاي والسنه الجايه شايفها ازاي؟ طمن الجماهير لازم. والله بص يعني انا باكد لك ان كل اللعيبه اللي موجوده في الفرقه اللي هتقدر تدينا هتدي 100% من اللي عندها في الملعب يعني. والجمهور بيحس بده يعني. انت ممكن تبقى مش موفق، ممكن تبقى اي حاجه مثلا ماتش ده دي اوف بتاع، لكن انت لو بتدي 100% من اللي عندك وبتموت نفسك في الملعب اكيد الجماهير هتقدر ده. وده اللي كلنا هنعمله يعني. احنا كلنا عندنا تارجت واحد متفقين عليه من دي 1. دخلت الكلام كان على الخط اللي هو احنا عايزين نكسب، احنا عندنا يعني تارجت معين، واحده واحده، تمرينه تمرينه وكل حاجه، بس احنا عارفين احنا عايزين نوصل فين. فاحنا هنعمل اللي علينا ده اكيد يعني ان شاء الله. واكيد يعني ان شاء الله ان شاء الله مش عايزين نقطع، بس الجماهير هتشوف يعني ان شاء الله، هتشوف حاجات كويسه ان شاء الله. ايهاب، اكيد ورا الكواليس في حد اداك بوش، بالذات ان كابتن احمد جرحي بيقول لي ان الفلوس ما كانتش هي الاقوى او الاكثر، فاكيد حد اداك بوش من الاسره، حد اداك بوش من اصحابك، روح الاهلي، مين اللي كان ورا المواضيع دي؟ هو يعني انا في القرارات دي وفي طول حياتي يعني في كارير الباسكت مش باخد قرار لوحدي يعني، العيله كلها واخويا الكبير هو يعني برضو اكبر مني بحوالي 12 13 سنه بالظبط، فيعني بستعين بيه في حاجات كتير قوي في حياتي اليوميه. ده مهندس الصفقه. ده مهندس الصفقه. دكتور شريف دخل معاك على دكتور شريف دخل معايا. بس انا مش عايز اقوله لسه، بس يعني مهندس الصفقه. نسيب مهندس الصفقه دلوقتي. فهو طبعا بيساعدني في قراراتي الحياتيه يعني اليوميه وفي حياتي وفي قرارات كتيره قوي. فيعني احنا لما كنا بنيجي قرار كبير قوي زي ده ممكن يغير يعني كارير باسكت بتاعي. ما ينفعش تبص على الفلوس بس يعني، لازم البوكسز لازم تعمل لها تشيك. الجهاز الفني، المدرب، الاداره، الجماهير، الناس اللي هتلعب معاها، كابتن الفريق، النادي، حاجات كتير قوي. والفلوس طبعا يعني، انت لعيب محترف، انت مش بتلعب هاوي. اكيد طبعا، والفلوس وكل الحاجات دي. فلقينا ان كل الحاجات دي متوفره في النادي الاهلي وما تردناش. دخلت النادي الاهلي اول يوم، الاستقبال اللاعبين في النادي الاهلي، واحساسك وشعورك ايه في النادي الاهلي لما بدات تتحرك جوه النادي الاهلي وانت لعيب في النادي الاهلي؟ طبعا استقبال جميل قوي، وزي برضو ايمن لعبت مع ناس كتير قوي في المنتخب، احمد السلعاوي جيلي، فبنلعب مع بعض من 2012 2013، ابراهيم، كابتن ابراهيم الجمال، كابتن رامي جنيدي، في ناس كتير قوي يعني لعبت معاهم قبل كده وعارفهم. وبرضه يعني اسره الباسكت، حتى قبل ما اسافر ولما كنت بلعب في الدوري مع سبورتنج بنلعب ضد الاهلي وبتشوف الناس في المجمعات، فعارف ناس كتير قوي بصراحه. استقبلوني استقبال حلو قوي. وزي ما ايمن قال برضه ان يعني
التمرين يعني أسرة، يعني الناس بتضحك بتهزر طبعا، لما يبقى جد كله بيبقى جد، وحتى في اللوكر الناس قريبين من بعض، ما فيش حد يعني سايبينه لوحده، فدي حاجة كويسة يعني. هل انت النهاردة والباكات عليك في السوشيال ميديا كده ان دي انت اعلى صفقة في مصر، حطت عليك عبء زياده اكتر من انت جاي النادي الاهلي والنادي الاهلي مثلا خسران او كده؟ يعني هو النادي الاهلي لوحده يعني انت تلعب له، هو ده عيب اصلا يعني، ده ضغط. بس برضو يعني ان انت تبقى اعلى صفقه في يعني في مصر في الباسكت طبعا عبء، بس هو يعني اللعيب كويس ان يبقى عنده عبء احسن، يعني ما يبقاش فيه حاجه خالص. العبء ده هو اللي بيخليك تنزل تتمرن لوحدك، هو اللي بيخليك تنزل تدي 110% 120%، فيعني هو العبء ده حاجه كويسه يعني. ده حاجه كويسه. احمد اكيد مع تدعيم الصفقات، انا جيت لك مع الباسكت واتفرجت، كنت بتكلم مع كاظم التوفيق، لقيت ان عندكم لاعبين صاعدين كمان وبقوه، منهم مؤمن، منهم لعيبه كتيره يعني. بالظبط. التعامل هيكون مع لعيبه صاعده ازاي في وجود نجوم كبار جدا زي دول؟ لا يعني احنا طبعا هنحاول ان شاء الله السنه دي بقياده كابتن اشرف ان احنا ندي الفرص ودي عاده كابتن اشرف على طول، بيحب يدي الصغيرين فرص في الدرجه الاولى، هيستفادوا طبعا من خبرات، في خبرات اللعيبه الكبيره اللي قاعده قدام حضرتك وغيرهم في الملعب، هياخدوا من خبراتهم. اجيال زي ما حضرتك عارف انها بقى لها كتير 3 4 5 سنين بتفوز بدوري مرتبط، فدي احنا دي اجيال طالعه من تحت من النادي الاهلي. بيبقى شيء جميل جدا انك تبقى في دمج او بتدعم من بره النادي، بس يبقى عندك برده قوام من الولاد اللي طالعين من ناشئين النادي، لان لعبه الباسكت بيبقى فيها اساس ان انت يبقى باني صح من تحت بتدعم. يعني في صفقات زي الثلاثه مثلا قدام حضرتك، ما ينفعش تفوت 3 صفقات زي دول، لعيبه هايله، لعيبه ما شاء الله هيبقوا دعم وذخيره للنادي سنين، خصوصا ان كلهم 23 24 سنه. هم الصغيرين والكبار مع بعض، الخليط ده هيعمل فرقه للنادي الاهلي اللي هي في دماغنا، اللي هي بلان اللي احنا حاطينها للمستقبل. وعايز اضيف على قصه ايهاب، اما حضرتك بتقول له ان اغلى، بص عشان دي تبقى مسج بس لكل الناس، ان هو اغلى صفقه، هي اغلى صفقه لسبب النادي الاهلي اصر على الصفقه دي. ايهاب امين لعيب، مع انك انت بتقول كان ممكن نخش من اتجاه ان اتقل الصفقه. بالظبط. ايهاب لعيب تعب، لعيب تعب، لعيب وصل لعب في توب ليفل بره في امريكا 5 سنين، متغرب عن اهله، بيتمرن بيلعب، وصل لليفل عالي جدا، جاله عروض كتيره، لعيب بيبقى مؤثر في منتخب مصر، فكان طبعا بالنسبه للنادي الاهلي صفقه كويسه جدا. فبالظبط يعني انت دي هي المسج، بس ان اللي بيتعب هيلاقي، فهو تعب فلقى. بالظبط زي ايمن، ما كان في ايمن على فكره مش من الجيش، ايمن بدا في نادي هليوبلس، فمن نادي هليوبلس ايمن شوف خطواته، النادي الجيش، من نادي الجيش النادي الاهلي، وبقى من نجوم منتخب مصر. يمكن احمد لسه ما لعبش منتخب مصر عشان لسه يعني احمد برضو صغير، هيلعب بس هيلعب طبعا ان شاء الله من خلال بوابه النادي الاهلي. برضو احمد تعب بره والنادي الاهلي قدره ورجع، وهو اشترى النادي الاهلي بصراحه. فبصراحه انا فرحان بالصفقات، مش فنيا بس، فرحان بيهم. تحس ان هم فيهم حاجه من النادي الاهلي، يعني تحس ان هم روحهم روح النادي الاهلي، لايقين على النادي الاهلي، وهم كلهم عندهم هدف، ولو شفتهم في التمرين فعلا ما فيش هزار يعني. جيت لك اتفرجت عليهم. احمد اكيد السوشيال ميديا في العالم دلوقتي يعني هو الحاجز او هو الاساس في المواضيع، ناس بتتكلم عليها كتير وحوارات كثيره جدا. حوارك على السوشيال ميديا خد ترند مختلف شويه عن الكلام، لما جيت قريت الحوار ده شفته ازاي؟ انا في الاول ما كنتش بتابع السوشيال ميديا في مصر، لا في امريكا. في امريكا تمام، لحد ما الناس بقت تنزل على السوشيال ميديا، لان ما ضيت في النادي ده ناس بقت تبعت لي سكرين شوت، تبعت لي كومنتس الناس بتقول ايه، فانا بدات اخش اعمل فولو للصفحات واشوف ان بس اللي هو استطلاع اللي هو استطلاع بس الناس بتقول ايه، بتتكلم ازاي. فديت يعني حاجه كويسه، حاجه كويسه اذا كان سلبي او ايجابي بالناس بتقوله، اللي هو الناس بتتكلم، فده كانت حاجه كويسه ليا في مصر، خاصه زي كابتن احمد قال انا لعبت 3 سنين في مصر باسكت بس، وبعدين سافرت امريكا 5 سنين، فانا في مصر مش معروف قوي، بس ف ده كانت حاجه كويسه بالنسبه لي صراحه. لو قلت لك قول لي كلمه للجماهير الاهلي المنتظره فريق السله على فارغ الصبر، بفارغ الصبر ونفسها تشوفها على ارض الملعب، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان شاء الله السنه دي وشيسن ذا 3 شامبيونشيب، ده 3 بطولات، ان شاء الله السنه دي هنعمل حاجه كويسه قوي، حاجه مفاجاه تفاجئ الناس،
حاجه ناس مش متوقعاها من النادي الاهلي بعد التدعيم بعد النيو ستاف كابتن اشرف كابتن احمد الناس اللي على مستوى عالي قوي فان شاء الله نعمل حاجه كويسه قوي السنه دي بصراحه شديده عجباني الروح اللي كلهم بيكلموا بعض حتى يعني كابتن احمد جرحي ابن النادي لكن هم فعلا كابتن احمد قال كلمه مهمه هو فعلا فيهم روح النادي الاهلي فيهم ريحه النادي الاهلي بيتكلموا بروح وقلب حاجه مختلفه جدا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق باذن الله وموسم قوي جدا بس لازم كابتن احمد يقول لنا ايه البطولات اللي احنا داخلين عليها احنا هنبدا الاول ببطوله منطقه القاهره دي بتبقى بطوله يعني منطقه القاهره بتعملها كاعداد للفرق التابعه للمنطقه عشان الدوري هنبدا ببطوله يوم 14 بدوري المرتبط هيتخللها بقى في الموسم ماتشات كاس مصر بعد كاس مصر هنبدا في نلعب بقى في دوري السوبر ان شاء الله ويعني بنطمح يعني ان شاء الله باذن الله ان احنا نحاول نحقق اكبر قدر ان شاء الله من البطولات بس طبعا المنافسين احنا بنحترمهم جدا وعلى اعلى مستوى حضرتك عارف الباسكت منافسه فيه عاليه جدا اهلي الجزيره زمالك اتحاد سبورتنج سموحه جيش كل الفرق دي فرق محترمه وقويه جدا هنحترم كل الفرق بالزبط. لكن احنا السنه دي مش ناويين مش شايفين غير انتوا في عباس التتويج بصراحه والله ده تارجت لينا والله احنا طبعا اللي بيلعب في النادي الاهلي او بيمرن في النادي الاهلي او اللي بيعمل اي حاجه جوه النادي الاهلي ما بيبصش غير على الكاس فهو ده التارجت لينا كلعيبه وجهاز واداره ونشاط رياضي فده التارجت فاحنا ان شاء الله هنشتغل على التارجت ده بلاك انت نادي سبورتنج ونادي سبورتنج هيبدا معانا في الدوري في المرتبط وهتبدا ماتشات صح كده صح هتبدا معانا قول لي نادي سبورتنج اكيد ديك اصحابك هناك قالوا لك ايه في انتقال في صفقه انتقالك خليك لا اتوكل على الله بصراحه شديده بدون ذكر اسماء عشان ما نخليش بس العيبه يعني هو انا اول ما لعبت بقى بدات في نادي سبورتنج 6 سنين او 6 سنين دخلت المدارس لغايه لما سافرت 17 سنه فمتربي في النادي كل يوم في النادي صبح وبالليل كل يوم فطبعا كان موضوع صعب قوي وفي ناس يعني 50-50 يعني في ناس قالوا لي طبعا اقعد والنادي وكده وفي ناس برضو يعني قالوا لي مصلحتك واللي انت يعني واللي انت شايفه والاحسن ليك فالموضوع كان صعب يعني كان صعب جدا طبعا قول لي انت بتدرس ايه؟ تدرس ايه؟ او خلصت ايه؟ انا في الهاي سكول دخلت في اسكندريه رياده امريكان وبعدين رحت امريكا 4 سنين في جامعه تكساس ان ام كوربس كريستي درست بزنس ما شاء الله جنرال بزنس وبعدين رحت اخر سنه في اوريجن لعبت في يونيفرسيتي اوف اوريجن وبدات ماسترز في حاجه في كرايسيس اند ديسبيوت ريزولوشن ما شاء الله ما شاء الله اخلصها يعني تخلصها ان شاء الله ما شاء الله بس عايز اديكوا الجانب التعليمي ليهم ايمن بتدرس ايه انا خلصت ماركتنج اكاديمي بزنس ما شاء الله بس احمد اسماعيل انا خلصت جنرال ستادي الميجر بتاعتي دبل ماينر ان عربيك اند كوميونيكيشن اند سيرتيفيكت ان بزنس ما شاء الله عليهم حتى المستوى التعليمي ليهم مستوى مختلف اكيد الثقافه عندهم ثقافه مختلفه واكيد هو ده اللي احنا محتاجينه جوه النادي الاهلي احمد لو كلمنا جوه مصر اكيد الجماهير محتاجه البطوله الافريقيه طبعا. دي الافرو ليج اللي طبعا. احنا خرجنا منها السنه اللي فاتت طبعا. واكيد الجمهور هيجي يدور السنه دي عليها شايفها ازاي وشايف هنلعبها ازاي او ما عندناش فرصه نلعب السنه لا السنه دي هم الاتحاد الافريقي طبعا لان البطوله الافريقيه بقت برعايه الام بي اي فالسنه دي هياخدوا فرقه واحده من مصر بس السنين اللي جايه رغم ان هم حاليا هم بيحاولوا ان هم طبعا عارفين قدر النادي الاهلي وجماهيرته وشعبيته في ممكن عايزين النادي الاهلي الوايلد كارد ان هو يشترك في البطوله لسه مش عارفين ده خبر اكيد ولا مش اكيد لكن احنا هنشترك فيها باذن الله انا اتمنى نشارك فيها بدراعنا ان احنا نكون حاصلين على بطوله جوه داخليه يعني محليه تاهلنا ان احنا نشترك فيها لان هو ده التارجت بقى الكبير يعني هو انا بصراحه يعني اكتر ما انا نفسي اشوف نادي الاهلي شايل درع الدوري نفسي اشوف نادي الاهلي شايل بطوله افريقيا يحقق بطولات افريقيه بالظبط يعني احنا طريقنا الوحيده هنكسب الدوري السنه دي علشان بالزبط. نطلع للافرو ليج بالظبط لكن ممكن ناخد يلو كارد فنلعب السنه دي ممكن من وجهه نظرك نلعب السنه دي ولا نكسب ونلعب يعني والله صراحة. لا بصراحه احنا مستعدين ان احنا نلعب اي حاجه سواء كده خير سواء كده خير داخل حرب احنا داخل يعني يعني احنا بصراحه داخل احنا مستعدين ان احنا نلعب اي بطوله نلعبها
هنقاتل فيها يعني، لان هي الروح اللي حضرتك شايفها ان اللعيبه لا عايزه، اللعيبه متشوقه ان الدوري يبدا، نفسها الدوري يجي، نفسها تخش الجماهير. انا نفسي اشوف دوري الباسكت، نفسي اشوفهم جوه ارض الملعب بالظبط. الجماهير ده ان شاء الله هيبقوا هم اللعيب رقم واحد ان شاء الله للنادي الاهلي، زي ما عودونا في كل الالعاب ان النادي الاهلي جماهيره هي اللي باقيه، والاجهزه واللعيبه كل ده بيتغير، ومجالس الادارات وكل ده اكيد النادي الاهلي باقي بجماهيره دي 100%. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. اكيد اكيد يا ايمن، وانت بتلعب في النادي الاهلي في عندنا كابتن طارق الغنام ظاهره طبعاً يعني في كره السله طبعاً. انا واحد من الناس شفته وانا بلعب، لعبت معاه في المنتخب ولا ما لحقتوش تلعبوا مع بعض؟ لا ما لحقتوش للاسف يعني، حظي كان وحش. طب قولي بقى التعامل مع كابتن طارق الغنام وهو المدير الاداري للفريق النهارده. يعني انا اتعاملت معاه كتير يعني، بس ما مش في الملعب او يعني ما كناش فرقه واحده بمعنى اصح. بس فانا عارفه يعني معرفه شخصيه كويسه. وانا هو كلمني قبل شويه صح؟ ايه شويه عليك طويل قوي يعني، طويل قوي يعني، طويل علينا كلنا. هو ليه يبقى برضه لازم بس انا اعرفه كويس، وكلمني يعني بعد ما مضيت بارك لي وقال لي مستنيينك وبتاع يعني انت بتتعامل مع الناس في النادي الاهلي عامه، في ناس كتير كده يعني، فانت بتبقى ماشي على طول في ناس ايه لازم تديها احترام كده، لازم مفيش هزار، مفيش هزار بالظبط. اللعيبه كلها اسامي كبيره يعني بس هو لذيذ يعني يعني بصراحه بالظبط. فهو التعامل مع هو مش كتر ما طويل شويه بس ايهاب اكيد تعاملت مع لعيبه كتيره بره يعني في النادي الاهلي من بره قبل كده، كنت مين تعامله كان قريب قوي معاك؟ طبعا احمد السرعاوي، هو احنا الاثنين نفس الجيل، كسبنا مع بعض بطوله افريقيا تحت 16 سنه، وهو كان كابتن الفريق كمان. طلع كان بيطلع عينيك ولا ايه؟ لا لا السرعاوي جميل ده حبيبي. لا وطبعا كابتن رامي جنيدي وكابتن ابراهيم الجمال، لعبت معاهم بطوله افريقيا مع المنتخب الاول في تونس، لعبت معاهم العاب افريقيه، وطبعا يعني اسامي كبيره قوي في مصر وفي النادي الاهلي، فبرضه هم من الاسباب الكبيره يعني ان انا حبيت العب في النادي الاهلي. بصراحه شديده هكلمك بصراحه، انت خدلتني جبت لي سؤال كده في دماغي يراودني دائما وابدا، ليه كره السله في افريقيا احنا مش متزعمين القاره على المستوى المنتخب المصري؟ بصراحه شديده، مع ان عندنا نجوم زي حضراتكم كلكم في امريكا ونجوم كتيره جدا جدا. سؤال صعب شويه؟ صعب قوي يعني. صعب قوي. لا لا سؤال صعب جدا. لا عايز ترد عليه بجد والله العظيم، يعني فعلا ليه؟ ليه منتخب السله دايما مش بيتحط في المصاف الفرق الاولى الثانيه؟ يعني انا عارف ان انجولا قويه جدا، السنغال في فرق قويه جدا في افريقيا، ليه ما نطلعش كده؟ يعني هو طبعا كره السله زي قريبه من كره القدم في افريقيا يعني منتخبات زي نيجيريا، انجولا، السنغال، تونس يعني منتخبات عندها لعيبه كتير قوي في الان بي اي، عندها لعيبه كتير قوي في اليورو ليج ثاني احسن دوري في العالم. يعني منافسه شديده جدا، بس يعني مصر يعني قريبه وان شاء الله يعني هتقرب المفروض ان شاء الله في السنين الجايه مع اللعيبه طبعا الكبيره. عندنا طبعا عاصم مرعي يعني من احسن اللعيبه في مصر الارتكاز، محترف بره، ده محترف بره في اوروبا اعتقد. فعندنا يعني عندنا المواد يعني اللعيبه اللي تنافس افريقيا ودوليا، وان شاء الله كلهم يتجمعوا وننافس. هسألك نفس السؤال، عايز مش عايز الرد ده، عايز رد تاني. ليه مش بننافس على المنتخبات في مصر كرة السلة مش بتنافس على المركز الأول؟ هو بالنسبة للمنتخبات مش بتنافس ليه؟ الإمكانيات في نيجيريا، أنجولا زي هبة بيقول في إمكانيات أحسن بكتير من مصر. هوقفك، خلاص أنت أخدتني في الإمكانيات. طالب أنت إيه من اتحاد السلة كلعيب محترف شاف حاجات كتيره جدا عشان مصر نقدر نفرح بيها وتقف على منصات التتويج في المرحله اللي جايه؟ انا اللي هجاوبك بعد ما خلاص. عايز انت تقول انا هجيبك برضه حاضر. انا اللي هجاوبك. طب سيبه هو يجاوب. انا هقول لك انا اللي هجاوبه، هم مش هيعرفوا يجاوبوا. مثلا في اللي هو الحياه الريكفري اللي بعد التمرين، دي مش موجوده في مصر خالص. في اللي هو الشوتنج جان اللي هو اللعيبه تنزل تشوت 1500 عشان تعلي نسبه الشوتنج، مش موجود. تشوت كوره؟ ألف شوت ألف في مثلا نص ساعه على في جون شوتنج جون ممكن تنزل تشوت اللي يملك، هو تنزل شوت 500 كوره 1000 كوره في ساعه. ده مش موجود في مصر. الملاعب في مثلا بره مصر دلوقتي السكاورينج دلوقتي في لعيبه بره مصر بيتفرجوا على سكاورينج الفرق الثانيه ويقطعوا الفيديوهات، اللعيب ده بيعمل كذا، اللعيب ده بيعمل كذا. ده مش موجود في مصر لسه. غير اللي في افريقيا كلهم زي ما هاب يقول كلهم محترفين بره، كل
هم صغيرين بيحترفوا في امريكا في مدارس في امريكا في جامعات في امريكا، فتلاقي في لعبة كتير قوي من افريقيا موجوده في امريكا. كلامك بصراحه شديده، وانت كابتن احمد اسماعيل النهارده بتقول النشئ في مصر والنشئ يطلعوا لامريكا بالذات في الباسكت عشان يبقى كمان مثلا 10 سنين عندنا تيم قوي جدا في عنده خبره كويسه قوي من الجامعات الامريكيه. طبعا كده؟ طبعا طبعا. يعني مثلا في مصر موجود في امريكا حاليا مثلا ممكن 5-6، في نيجيريا مثلا ممكن يكون 10,000 5,000. في لعبة كتير جدا من هاي سكول ديفيجن 1 ديفيجن 2 ديفيجن 3 ان اي اي كوميونتي كوليدج، في لعبة كتير جدا من افريقيا بتلعب في امريكا. فعشان كده تلاقي لعبة كتير في الام بي اي، لعبة كتير في الذهاب قال في اليورو ليج في اوروبا، عشان كده منتخباتهم اقوياء منتخباتهم اقوياء. غير عندنا هنا ما مش عايزين لعيبه تسافر امريكا او تسافر اوروبا تلعب، نسافرهم امريكا. يلا بينا. احمد عايز ترد على السؤال، بس خلي بالك عايز ابارك لك برده على منتخب السله عندكم السيدات. ما شاء الله اعتقد عملوا بطوله كويسه. بطوله ما كانوش في الحسبان، لكن ان شاء الله اخذوا خطوه لقدام. خدوا خطوه لقدام وسرايا هدفت البطوله ونجمه كبيره ما شاء الله. لا ومع كابتن ايهاب برده الالفي عمل شغل كويس جدا محترم جدا. الفرقه ليها شكل غير قبل كده في بطولات افريقيا. كان منتخب مصر يعني شكله مش كويس في الملعب. لا يعني انا اعتقد ان هم لو قعدوا مع كابتن ايهاب سنه سنتين اعداد كويس لا هيوصلوا لبعيد ان شاء الله الفترات الجايه. بالنسبه لمنتخب مصر رجال مصر يعني كلعيبه يعني كقوه بشريه، لا احنا عندنا وقادرين. احنا محتاجين بس السيستم، احنا محتاجين ان احنا كابتن خالد ان منتخب مصر يلعب 15 20 ماتش دولي في السنه. محتاجين احمد الجرح يمسك منتخب مصر. لا والله كلامك، لا والله انت عارف اللي بيني وبينك بامانه 15 20 ماتش دولي محتاجين جهاز متفرغ للمنتخب مصر. مش عيب ان احنا نتعلم من هاندبول. الهاندبول يعني مشرفه مصر. الهاندبول شفنا احنا الهاندبول شفنا كابتن طارق محروس معاه هاني معاه كان معاه هاني فخراني كابتن طارق محروس هاني فخراني بالظبط. شفنا كابتن مجدي ابو المجد معاه حسين زكي طقم مصري كامل بطل عالم ثالث عالم. المدربين مصريين قادرين، اللعيبه المصريين قادرين بدليل كابتن حسن الحصري بالظبط في الفولي كمان بالظبط. يعني المصريين طالعين لفوق بالظبط. القصه كلها سيستم يتحط، ماتشات دوليه تتحط ببرنامج. الدوري بصراحه الدوري السنه اللي فاتت كان كويس جدا، نظام البلاي اوفز ده العالم كله بيلعبه بدانا نحسن منه. بس هو ممكن تكون فعلا الاتحاد ما عندوش القدره الماليه. لازم يوفر سبونسر بقى للعبه، لازم الوزاره تدعم، لازم اللجنه تدعم. سيبك من الناحيه الماليه، اتحاد الطايره راجل قعد شهرين بيلعب النهارده دور ال 16. بس احنا عايزين مديرين فنيين بس مصريين. احنا مش عايزين برضو النقطه دي. يعني احنا ممكن يكون الموضوع فيه يعني مش هقول لك يعني ممكن يكون عندك جيل جامد في الفولي فقدر يعمل كده. احنا مش عايزين يبقى احنا عندنا بس هي طفره زي كرم جابر مثلا فخد ميداليه. لا احنا عايزين نبقى عندنا استمراريه. الاستمراريه مش هتيجي غير عن طريق السيستم. عندك سيستم من كل المنتخبات هتمشي عليه. اخد منكم بقى كلمه اخيره كابتن ايمن شوكت، كلمه اخيره تقول لعيبتك ايه قبل ما تبداوا السيزون، اصحابك جوه الملعب مش الجمهور، انت خدت كلمه مع الجمهور بس تقول لعيبتك ايه؟ اقول لهم مش عايزين نخسر ولا ماتش. حلو قوي حلو قوي. خلي بالك الكلام ده بيتسجل ماشي. يعني اخر السيزون هم جايبك واقول لك انت قلت كده. ايهاب تقول مش عايزين فعلا. ايه مش عايزين فعلا. مش عايزين فعلا اكيد 100% دي حقيقه. ايهاب تقول ايه للجماهير وكمان للعيبه، ايه اللي هنتفق عليه ونتوقع الله فيه؟ طبعا نبدا بالجماهير. اقول للجماهير يعني هم سندنا الاول والاخير، وطبعا مستنيين السبورت بتاعهم في كل الماتشات، وان شاء الله الدوري بجماهير السنه دي. ف يعني المفروض تبقى حاجه هنستمتع صح. يعني النادي الاهلي يعني طبعا جماهيره يعني للناس اللعيبه بقى. للعيبه يعني اقول ان شاء الله يعني نبقى ايد واحده، واهم حاجه ننافس مع بعض وبدايركشن واحد، وزي ما كابتن احمد قال ننافس على الثلاث بطولات عشان النادي الاهلي يعني ما بيرضاش غير بنمره واحد. دي حقيقه. احمد اسماعيل نجمنا الكبير. للجماهير بس احنا عايزين تدعيم طبعا. لما يكون في جماهير في الملعب بيدي حماس، بيدينا اكسترا انرجي ان احنا نموت نفسنا في الملعب، عشان في ناس تتفرج علينا، ناس جايه من بلاد هنا وهنا تتفرج علينا، فاحنا عايزين نعمل حاجه كويسه للجماهير دي. واللعيبه ان شاء الله نكون على منصات تويج السنه دي ان شاء الله يا رب باذن الله. اكيد اكيد انا واحد من الناس اتمنى ليهم، واكيد جماهير وكل الناس في النادي الاهلي تتمنى ان فريق كره السله ان شاء الله يعملوا موسم
ولا احلى ولا اروع من كده. ان شاء الله باذن الله هيمتعونا ويفرحونا. فعلا فريق واضح جدا من كل الاسلوب اللي معانا النهارده ان هم فعلا على قدر النادي الاهلي. والكلمه الاخيره عشان نختم لكابتن احمد الجرحي لان هو من ولاد النادي ومن جماهير النادي كمان. والله يا كابتن خالد يعني الجمهور نوعده ان مفيش حد هيبخل بنقطه عرق واحده عشان يفرحوا عشان يفرحوا السنه دي باذن الله والسنين اللي جايه باذن الله. انا هنوعدهم كنادي كاداره وكنشاط وكجهاز اي لعيب كويس في مصر النادي الاهلي محتاجه هيلعب في النادي الاهلي من هنا يعني من هنا. واحنا ممكن يكون فيها تدعيمات تانية ولا احنا كده خلاص السنه دي يعني احتمال ان شاء الله يبقى في تدعيم تاني واحد بس انا بتكلم على مدار السنين الجايه. اي لعيب مميز هيلعب في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. هم لازم يبقوا في ظهرنا. هنتعب احنا نفسنا جهاز عارفين احنا هنتعب في الفتره الاولى لغايه ما يحصل تجانس في الفرقه. ده بالنسبه للجمهور وان احنا مش هنبخل بالعرق. اللعيبه لازم اوجه لهم رساله احنا مش هنلعب بالاسماء يعني احنا عملنا صفقات جميله وكل حاجه. الاسامي المكتوبه على الورق دي ايهاب امين نجم عشان ايهاب امين مجهوده في الملعب بيخليه نجم. ايمن شوكت نجم عشان مجهوده بيخليه نجم. احمد اسماعيل نفس الكلام مجهودك هو اللي هيخليك نجم هو اللي فعلا هيبقى فعلا الناس هتقول دي صفقه ناجحه دي صفقه جت من النادي الاهلي عشان تكسب النادي الاهلي. فعايزين نعامل نفسنا ان احنا اقل فرقه في الدوري. لو عملنا نفسنا احنا اقل فرقه في الدوري وان شاء الله باذن الله هنبارك لكم بس ونور. هنتعامل ان احنا اقل فرقه في الدوري. نورتونا وشرفتونا ربنا يخليك ودايما بالتوفيق باذن الله. اكيد العرق والتعب اللي هيخلي الجمهور يهتف باسم كل لعيب فيه متاكد وواثق تماما في نجوم النادي الاهلي السنه دي هيشرفونا باذن الله وفعلا هيدونا سيزون باذن الله كلنا نفرح في اخر سيزون باذن الله ونفرح بكل الصفقات داخل النادي الاهلي. بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي على كم الصفقات وبنشكر اداره النشاط الرياضي وبنتمنى لهم التوفيق باذن الله في موسم قوي جدا في السله باذن الله السنه دي. شكرا والى اللقاء.